تخلعوش ما تخلعوش ما تخلعوش، هذا فقط التقاليد والاكل ديال الاخوه الافارقه الايفواريين اللي كتواجدوا معهم هنا في لا كنتواجدوا هنا في باب مراكش. فهادو رجلين ديال الهدند، وهذا سمك ديال الواد، الحوت ديال الواد. كيفاش الحوت ديال الواد؟ ديال الواد هذا، ماشي ديال البحر. لاتشا سميتو لاتشا. الحوت ما حنا عندنا شي واد. كيبان ليا على ما عندناش الويدان اخويا. انا في كازا. راه عندنا الويدان في كازا. لا تسنى انت تجيبوا لي. هذا من كتجي واد كتجي من الطرقه. المهم وراه كيشبع بالطرقه. هادو رجلين ديال لاداند، هادو كيوجدوهم وعليهم واحد الاقبال كبير من طرف الافارقه. جون بصح كنتكلمو على الاخوه الايفواريين. شوف هادو كيديروهم في لي سالاد. اش بان لكم؟ شوف ها هو راهي دابا هذيك هي دابا. المهم هادو راه ما كيديروش الزيت. هاكو ما تجوش ديال الواد اخويا. لا الى شي بحالك ما تجوش ديال الواد. ايوا شي اش كندوي الله يرحم والديك. المهم ندورو دابا هنايا. هذا اجاج 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 بدك تعيش. هذا شنو كابيلا؟ كابيلا كابيلا لا السيدي قال لك ماشي بحال كما كنقول غير فوق العود. فوق العود فوق العود ما كيديروش الزيت. وهذا الشيء تيقول لك يعني على الصحه ديالهم احسن من العرب. كنتكلموا على الافارقه جنوب الصحراء. راهم الاخوه معنا ما بغاو ما بغاوش يبانوا. قال لك زعما خذ دير الروبورتاج ديالك وهاني الامور. نصحوا قال لك بان كيشدوا كيديروا فقط فوق العود، كياخذوا فقط غير ذاك الصاد ديالو وكيخليه ما كيخسرش وكياكلوه. وقال لك ما عمرهم ما جاهم لا تسمم، ما عمرهم ما جاتهم حتى شي حاجه. كيقوي المناعه. كيقوي المناعه. كابيلا 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 هذا كابيلا كابيلا اسيلا اولا. هذا شنو اولا؟ شنو هو هذا اولا؟ اولا 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 شنو كاين شي حاجه؟ راه هو هذاك اللي كاين هو اللي شفنا تما. هذا كابيلا كابيلا بونيتو بونيتو. هذا النوع ديال الطون. بونيتو النوع ديال الطون. اجا انا حس ما كنفهمش انا في سميتو. هذا النوع من انواع ديال الطون بونيتو. هو الكابيلا الكبيره كتكون غريبه على الكابيلا العاديه وكيبقى كيبقى بالجلده ديالو كيشوي. المهم راه ما كاين لا زيت لا والو. هما تيقول لك كونتر الزيت لان الاميغا 3 وهذه اللي كاين كتكون في الجلده ما كتكونش في اللحم. اسمعوا الزيوت ديالها دابا هادشي علاش هما تبارك الله ناضين. المهم هذا هذا هذه الجلده ديال الكرعين ديال الغنمي. هذه شوف لي هذه شوف لي شوف لي هذه شنو هذه 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 الجلد ديال البقري. هذا الجلد ديال البقري ديال الكرعين ياك ديال شنو كله ديال الذات ديال الكرعين كله. لا الجلد ديال. المهم هذاك الجلد ديال الغنمي جاك الجوع. هذا الجلد ديال الغنمي ديال الجلده اللي فوق من البقري. البقري ماشي الغنمي تلفتيني. البقري ديال البقري كيشدوه سوا كيكرموه وكيتكال كلشي كيتكال. هذاك الدجاج الدجاج اللي بان ليا بشكل هذا الدجاج حتى هو مبخى حتى هو حتى هو نفس الطريقه ديال الطياب. ما كاين لا زيت لا والو. ما كاين لا زيت لا والو. هما اونتي زيت كيس وارد. هذا الكسكس الافريقي. هذا كسكس افريكان. لا ولكن بقاو هنا في هذا. المهم هذاك الجلد واش علاش مزيان دابا هذا؟ علاش مزيان هذا؟ المهم انتم شوفوا راه كيبان لك راه الجلد قاصحه صاحبي. كيفاش غادي ياكلوها؟ كيطيب صاحبي كيطيب. هذا شنو باش يطيب؟ هذا شنو خاصو؟ لا راه هذه الكرعين ديالنا حنا كطيبه بحال كوك. راه بحال كوك حتى هو راه نفس. المهم راه كلشي بيو. وي بيو 100%. باسكو اون لو بوي. اه ايوا المهم المهم هيا غادا تهضر. المهم راه كلشي بيو. لو بواسون
le manger le poisson frais, c'est pas trop naturel parce qu'il y a de l'eau. Alors que quand on le met dans le, sur les braises, le fume comme cela, c'est du bio, c'est naturel. Ça nous, ça nous. Et le غير الصح ديال ديال داك النار ديال العود. Les maladies, des courbatures, les articulations. Ça nous évite beaucoup de choses. Donc on peut faire fumer comme ça et puis manger. Surtout le sang. Quand le sang descend. Oui. D'accord. Quand le sang descend, ça, ça enlève les cellules cancéreuses, le cancer. Voilà, le sang. Le sang du poisson descend. Le sang du poulet, ça descend. Ça enlève les cellules cancéreuses. Il n'y a pas de. المهم اللي فهمت هو ان كل شيء كيبقى بيو يعني من الطبيعه الى الطبيعه يعني من الماء كيصيدوا كيديروا في واحد العود كيخليو يعني كيتشوى عادي ماشي في فوق الفاخر فوق العود عادي كيخليو هذا راه الجلد ديال البقري هذا تاهو كيتكلولو انه قاصح هذا تاهو الدجاج ما كاينش الزيت ما كيستعملوش الزيت وراه سي فغي راه عندهم كلامهم صح لان الزيت راه غير الكوليسترول شحال من حاجه الزيت كيكون سببها اي حاجه كتاخذها ناشفه غير دابا كخرجوا دي ماشين اللي كتخشي غير بالضو وصافي كتخرج ما كاين لا زيت لا والو هادشي راه بلا زيت بلا والو دايرين غير العود كيشعلوا العافيه كيخليوه يتسهر صافي وكياكلوا عادي وهذا البنان هذا البنان ديالهم اللي كيف كتعرفوا مالو كيكون غيي ف هادشي اللي كاين المهم هادو من الاكولات وكذلك هادو رجلين ديال لاداند هادو اللي كياخذوه في الصلاه كوسكوس افريكان افيك Avec le poulet grillé ou le poisson frais. Le poulet grillé ou le poulet poisson frit. Frit, d'accord. Un peu de salade, ça y est. Ça passe très bien. والمهم راه هادشي اللي كتشوفوا كلشي بيو ما كاينش الزيت كاين فقط يعني غير النار كيتشوى داكشي وكيتحط لا الحوت لا رجلين ديال سميتو ديال لادان ها هو مطلوب وكياكلوا عادي صحتهم احسن من الصحه ديالهم هما كيقولوا هما بعضياتهم كيقول لك حنا الصحه ديالنا احسن منكم لانك انتم كتاخذوا ماكله فيها الامراض شنو هي الماكله هو داك الزيت اي حاجه كنطيبوها بالزيت حتى كنوليو جايبين الربحه هما اي حاجه عندهم ما كيديروش لا الزيت هذا راه كوسكوس ديالهم هذا 75. عبد الرجاوي قال لماذا الاستغراب لا الاستغراب هو حاجه عاديه هادو التقاليد ديالهم وكنحترمهم كيف هما التقاليد ديالنا كيحترمونا غير هي حاجه حنا ما ملي كتكون اول حاجه اول مره كتشوفها راه كيجيك واحد الاستغراب عادي ولكن في اطار الاحترام لان هما عندهم التقاليد ديالهم وحنا عندنا التقاليد ديالنا هما كلامهم صح لان كيقول لك بان اي حاجه كطيب بالزيت مضره للصحه وراه كلامهم صح هما اي حاجه كياكلوا دابا حنا ربما كاينش وحدين اللي قلت لي كل هادشي يقول لك لا ما نقدرش ناكلو لانه هو ولا بالزيت ولكن لو مين دون لو فور تو سي كي توستيك باسكو لانجيت سوفون لي برودوي دون لو بولي بو كونسيرفي لي بولي كوم لو بواسون Donc comme on le met dans le four, ça tue tout le produit. Donc ça fait que si tu consommes, tu n'as pas problème de maladie de cardiaque, cancer, maladie de sang. Le fait tue le produit qui est dedans. Or ici, le Marocain ou les Blancs, ils mangent déjà frais. Or tout frais, il y a trop de... Si tu ne sais pas bien cuisiner, le produit il est dedans. Or nous, déjà l'eau il descend, ça tue le feu tue le produit qui est injecté dans le poulet. المهم راه ملي كتجي تشوف وكتحلل راه كلامهم صح يعني كيخليو الحوت يعني كنشوف كيديروا في سميتو ما كيديروش للزيت يعني غير النار كيتشوا كياكلوه عادي هما كياكلوه صحتهم مزيانه ما كيمرضوهم حتى شي حاجه لان كياكلوا داكشي بيو من الماء العافيه الكرش ما كاين لا زيت لا والو الله يعطيهم الصحه مدام ميرسي رمضان مبارك سعيد هذا مكان هذا حوت يعني نفس الطريقه وهذاك الدجاج وهذا الجلد ديال الجلد ديال الغنمي ديال البقري تبارك الله عليكم ونراكم
Là, tu ne manges pas trop. Mange tout, donne-moi.